الذئب ما يرحمش. مش تمشي جيف. قبل القبلة. شد. أنت مستعد. كسح قلبك. ضربة وجبت. بنقص هذه. بسم الله الله أكبر. حط يدك بالباهي. جبت شوية جبت. بسم الله الله أكبر. هات البحشيشة هذه. بسم الله بسم الله الله أكبر. هو ما يعادل 1,943,000 دينار. برافو على المجهودات هذه الكل. سؤال نطرحوه الليلة ويكون موضوع نقاشنا، هل تهيأت تونس لعودة المقاتلين من سوريا؟ هل هناك استراتيجية؟ هل هناك عمل مع الخارجية وخاصة من وزارة الداخلية؟ هذا موضوعنا الليلة. ضيوفي الليلة في الباتو السيد تهام العبدولي، كاتب الدولة السابق لدى وزير الشؤون الخارجية ورئيس حزب حركة الشعب. مرحبا بك حركة الوطني. مرحبا بك سيد تهامي. معنا زاد محمد قبيل بن جب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقة بالخارج. لا عايش ولدي، خليها مثال. باش نعملوا مشوى الليلة عاد. ها شاكر خف روحه وكمك وحدها برا عاون خوك أصالح. صالحة. ها محمد داني هنا. بابا. نرتاح شوي. والسلام يا خويا. صحتك لاباس؟ لاباس. مرحبا بي. عايش. بابا هذا كريم مرض.
منين جتهم الكلام؟ شو رايك تعدوا الحدود؟ منين جتهم الفلوس؟ ما نعرفش وما نحبش نعرف. جوب شي يموتوا بالتعب. المهم وصلوا لاباس وما شدهمش الحال. الطفلة اللي جايبها معاه وجهها مغطي بشوليقة ما نعرفوش ليش حتى يشبه. طفلة سورية برانية وما تعرفناش. توك توالف بينا تو تنحيه. همش بشي يطولوا. بتصحتهم الطفلة حبلة؟ عديت عام من عمري ما نعرف شيء على ولدي. صغير روحي ما عادش نشوف. يهديك. كله يتق الكرم. تعشي بنتي، ما جوعتيش؟ تحب تعشي وحدة؟ كيما تحب. ريت صورة براني مكسر. وين تحب أنا شاكل غلط نصلحه؟ خليه مكسر. من البارح في الليل اللي شهربوا وانا كنت شجر. انت شم دخل؟ يا محمد يزي كان عندي واجب نحو اخوات المسلمين في سوريا. اخوك المسلم ريان نسيته هذاك؟ وين كنت انت نهارت اللي حوزوا الكلاب؟ قريب لما لو شو؟ عالجال خوك سارح في بلاصة سيادتك. وامك المسلمة قطعت الماكلة بعد ما مشيت لين قريب تموت. مش متابعين الواجب الديني بتاع دين والديك؟ جاه ربي خنكملوا هالقد ما راك مررت هيلنا. جيت عادتني قدرنا نقعدت. اما انت حاسبني بغلم تاع خدمة. كي قتلت الناس مع داعش وليت تحس في روحك صيد. ما قتلت حد. حتى هما ما قتلوا حد. سامحني الفايدة اللي انت روحت لي. أعطيه شوية وقت. تعرفوا يحبك.
مجيري بي نهبط هز وبعد نهز هكا تلقى وحدك هذا هز نهبط هز هي هذا وعندك وحدك هيك ها هي هز حط هز هكا انا ها تريس امشي هلا عايش بنتي ليش في يدك محمد برا دخل توك نكملوا ناديلك اش فهم ما سمعتنيش ضبعتي خاطر عادت يداها باش نولي نشتهى بعدك انت ماك فرغت قلبك البارح ما تملش قدر في ولدك داري ونعم فيها اللي نحب اش فهم بالك الشوليقة اللي قدام عينين مرتك ما خلتهاش تثبت مليح داري بنيتها بيديا فيها بيت برك مشني باش نخليكم تمشوا فيا وتجيبوا على كيفكم خاطر لا حاش ما لا تعري علي داعي ريم بحي احنا بكون جات عندك بحي يا ابو احكي معنا روح ولدك مجرد ريم الله بحي ميت ميت الشر على ولدك
الفساد والحر ايش هك؟ باش نقول لك حاجة. ندمت اللي مشيت. وعدني باش تمشيش. وعدني. باه. خايف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هات زوس وكريستال. نجم نعمل تليفون من عندك؟ تكلم البرا خير. على راح. وين غبرت؟ وينهم الأولاد؟ شو مع أخوهم الكبير للبحر؟ آخر مرة يخرجوا معاها من غير ما يشاورون. نفسهم. تحب تخنقهم كما خنقت مالك؟ هاك شفت روحك وين وصلتوا؟ نعم وصلته، وصل روحه. طول عمري نكلت عليه وعلى أخواته. لازم يضيع روحه يحب يزيد يضيعهم معاه. عندك فيه ثقة جايب لك خشيرة عشر وما زلت تحامي عليه. مادامه مازال حي وما ترزيتش فيك. مدامني واقفة ونحامي عليه. غشيرة عشرة. شوف فيها عيشة قدامك. بقديش نفوتها كي خذيتني. بعام. بعامين. طفلة عمرها 13. عمرها 14. بري ادخلي عايش بنتي. يجي معي. المحامي من مالك. فيش تحكي. يوجوني بكتير مجاهدين. خاف انكم تساعدوني لما تعرفوا اني محامي. عرفت عمالك لما هربت. وكمان كان هربان. هزي هالدار اختك. علاش فهم؟ شعملت؟ محمد شعملت؟ قلت لك هزي هالدار اختك. اجي هنا شعملت؟ محمد
ريف اوكي جي الولاد باش تسميهم سميه بو مناجل شو سميه مروان؟ كان جات بنايه مش سميه ريم يعني اسم مش تختار الرئيس؟ ايه تختار الرئيس Come on, 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 come on